يقول في سعي العمرة سعيت 3 أشواط بدلا من 7 جهلا مني، وقصرت وتحللت من الإحرام، وأنا موجود في مكة حتى غدا إن شاء الله، فهل علي إعادة العمرة كاملة أو ماذا يلزمني؟ عليك أن تعيد عليك ملابس الإحرام لأنك ما زلت محرما، تجي وتطوف طواف كامل 7 أشواط، تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وتحلق رأسك وتنهي عمرتك لأنك ما زلت محرما بالعمرة. نعم.